لازم نعرف اهم مسبب سرطان الكبد هو تليف الكبد. تليف الكبد لاي سبب، احنا عندنا على مستوى العالم كله اهم مسببات الكبد الفيروسات الكبديه البي والسي. احنا في مصر، لو جينا في مصر احنا رقم واحد في العالم في بالنسبه لاصابه بفيروس سي. شيء طبيعي ان اكتر من 90% عندنا في مصر من اسباب التليف الكبد هو وجود فيروس سي. يعني واحد، لو اعتبرنا 100 واحد بيجي لهم دور حاد فيروس سي، 80% منهم على بيدخلوا في الدور المزمن. كلمة دور مزمن يعني الفيروس موجود لمدة 6 شهور بعد ليه العدوى. واخد حضرتك؟ 80% دول اللي هم مصابين فيروس سي دخلوا الدور المزمن، 20% منهم على مدار 20 سنة إلى 30 سنة بيدخلوا في تليف كبد. يبقى إذا تليف الكبد، ليس كل مرضى فيروس سي بيصابوا بتليف كبد. ها؟ نسبة 20% من اللي عندهم التهاب كبد مزمن بيدخلوا في تليف كبد. نسبة صغيرة منهم المصابين بتليف كبد بنسميه من 1-5% سنويا بيجي لهم سرطان كبد. ها؟ احنا على المستوى العام للأسف الشديد مصر بقت أصبحت من البؤر الهامة للإصابة بسرطان كبد على المستوى العام، على المستوى العالم. احنا لغاية 10 سنين فاتوا كنا بنعتبر من الدول المتوسطة الحدوث بسرطان الكبد. بشيء من عشان إحصائيا، عشان نقول في دولة قليلة الحدوث لسرطان الكبد، بيكون الإصابات أقل من 5 لكل 100 ألف من عدد السكان. عشان نقول متوسطة الحدوث بتبقى من يعني ممكن نعتبر من 5 لـ10، يعني متوسط الحدوث اللي هو من 10 إلى 20 لكل 1000 من عدد السكان، ده بنسميه متوسطة الحدوث. عالية الحدوث لسرطان الكبد هو أكتر من 20 لكل 100 ألف من السكان. احنا للأسف شديد آخر إحصاء لتعداد مرضى سرطان عموما، أصبح سرطان الكبد في مصر هو رقم واحد في نسبة الإصابة بسرطانات الكبد عموما. رقم اثنين بقينا العدد رقم واحد في نسبة الإصابة بإيه؟ بجميع أنواع السرطانات. تمام. يعني الأول بالنسبة للرجالة كان سرطان المثانة رقم واحد، بعدين سرطان الكبد، احنا بقينا رقم واحد.